يبدو أنه زوار الفجر مش هيختفوا في حياتنا. زوار الفجر تعبير طلع في الستينات واستمر في السبعينات وأيضا وصل بينا إلى ما بعد الثورة. الفرق كان مين اللي بيتقبض عليه في الفجر. في مجموعة من الضباط، يمكن عدد مش قليل، وعدد من الجنود الشرطة جم على عمارة بجانب شيراتون الجيزة وطلعوا خبطوا على البيت في الفجر، وفتحت السيدة صاحبة البيت لقيتهم اتخضوا، سألوها فين جوزك؟ قالت لهم هو مش موجود. كان مطلوب القبض على زوجها بشكل ملح وعاجل، جوزها هو مجدي راسخ. مجدي راسخ كان موظف بسيط عند محمد نصير. محمد نصير رجل أعمال اللي بدأ حياته مع رشدي صبحي في تجارة السلاح، كون إمبراطورية أو شركة قابضة اسمها شركة ألكان. كان مجدي راسخ موظف في إحدى هذه الشركات وكان اسمها جيزا سيستم، كانت يبدو أنها بتعمل برامج وللكمبيوترات. بعد ما مات يمكن محمد نصير، ظل مكتب مجدي راسخ موجود في مجموعة ألكان وحافظ على مكتبه، وكان بيدير كل شركاته واستثماراته الكبيرة جدا وهو في المكتب ده لغاية وقت قريب. مجدي راسخ زي ما احنا عارفين هو حما علاء مبارك. على الجانب الآخر بنشوف حما جمال مبارك، محمود الجمال. سبحان الله، مجدي راسخ يمكن يعني أكثر شراهة يعني من أي شخص آخر، وكان دايما يقول الفلوس اللي أنا بستثمرها دي مش بتاعتي، دي بتاعت علاء مبارك وبتاعت ابنه. يعني الرجل الشره كان مع جوز بنت طيب هو علاء. على الناحية التانية بنشوف راجل جنتلمان هو محمود الجمال، راجل لطيف فعلا، مثقف، متواضع، عنده علاقات اجتماعية كتيرة جدا، وفي نفس الوقت كان يمكن جوز بنته جمال يمكن لا يتوافق معاه. لما شفت مرة محمود الجمال كنت معرفوش، كان اسم يمكن بيتوه من دماغنا. كان بيفتتحوا مطعم في هاسيندا اللي كان بيمتلكها محمود الجمال وكمال وطاهر الشيخ وأيضا شهاب مظهر اللي هو عديله، يعني شهاب مظهر ومحمود الجمال واخدين أختين مع بعض. الاسم اللامع كان شهاب مظهر، وكان لما بيكتب خبر عن هاسيندا كان بيكتب عن شهاب مظهر. لما اتعملت الحفلة دي في الافتتاح كنت أنا موجود، فجأة محمود الجمال وقال لي يا أخي أنا زعلان منك، أنتوا بتكتبوا بس عن شهاب مظهر. طبعا محمود الجمال في ذلك الوقت كان مجرد مقاول عادي جدا، ما حدش يعرف أنه هيتجوز بنت أن بنته هتتجوز جمال مبارك. بعد كده نسينا طبعا شهاب مظهر ونسينا طاهر الشيخ وافتكرنا محمود الجمال. على الناحية التانية لو رجعنا لمجدي راسخ هنجد ان هايدي كانت مخطوبة لشاب اسمه أيمن قبل ما يشوفها علاء مبارك في فرح. لما شافها أعجب بيها جدا وقرر ان هو يتجوزها. مجدي راسخ في ذلك الوقت مجرد موظف ينتمي لطبقة وسطى ويمكن ينتمي لشريحة وسطى من الطبقة الوسطى. ما كانش غني، مجرد عايش على مرتبه. لكن البداية كانت هدية من رئيس مبارك بعد جواز علاء من هايدي، هدية لشفيق بغدادي ولمجدي راسخ. الهدية عبارة عن ايه؟ كوبونات اسمه النفط مقابل الغذاء. حضرتكم عارفين انه لما حدث حصار على العراق واخترعت الامم المتحدة حاجة اسمها النفط مقابل الغذاء، صدام حسين كان بيدي كوبونات تشيل حمولات وشحنات من النفط مقابل ان هم يبعتوا لهم اكل. نفط مقابل غذاء دون كان مصدر ثراء
كبير جدا لعدد من الصحفيين والعدد من رجال الأعمال الفقراء في مصر، ويمكن احنا ما كناش بنسمع عنهم. هم دول اللي خدوا كوبونات وراحوا باعوها لشركات بترولية وكسبوا من وراها الملايين. أول فلوس كسبها مجد راسخ وشفيق بغدادي كانت من النفط مقابل الغذاء، ويمكن ده اللي طمعوا في أن يدخل عالم النفط وعالم الغاز الطبيعي، ويمكن ده اللي خلاه يبقى منافس مش كبير قوي يعني، لكن على التراك على نفس اللاين مع حسين سالم. حسين سالم طبعا كان تيكون فيل ديناصور، لكن كان مجد راسخ بيكبر حتة حتة في عالم النفط وعالم البترول. يمكن قدر يعمل حاجة غريبة جدا، اخترعوا، يمكن مصر كلها كانت متقسمة إلى سبع، خريطة مصر كانت متقسمة إلى سبع مناطق جغرافية، كانوا عايزين يوصلوا الغاز الطبيعي إلى كل منطقة من مناطق مصر. قدر مجد راسخ إن هو ياخد كتير من مناقصات توصيل الغاز الطبيعي للبيوت. هي مسألة غريبة جدا، مجرد ما تعمل خطوط وتعمل إمدادات وتوصل للبيوت تبدأ تاخد على كل يعني لتر غاز أو كل وحدة غاز تبدأ تاخد فلوس. عداد شغال شغال شغال. لكن الغريب أنه رغم ذلك عند أول خلاف بين شركة مجد راسخ والحكومة راح رايح قضية تحكيم، جري جري على التحكيم وطالب حقه بالقضاء، وربما كان ضامن أنه هياخد هذا الحق لأنه رئيس الجمهورية. نسيبه. بص على الجرايد في خلال الأسبوع الأول اللي جه فيه إبراهيم سليمان تهنئة من مجد راسخ، تهنئة، بص على الجرايد، تهنئة من مجد راسخ وعبد البغدادي، شفيق بغدادي. ماذا حدث؟ أول ما جه إبراهيم سليمان عمل إيه؟ خصص لمجد راسخ شركة اسمها سودك 2200 فدان في الشيخ زايد، اللي هي أفضل من 6 أكتوبر. يعني قلنا 6 أكتوبر صناعة ولحد ما فيها نوع معظمها شعبية، إنما الشيخ زايد دي بقى اللي هي الإيه؟ الزمالك بتاعة المنطقة دي. خصص له 2200 فدان. هل خصص لأحد أراضي أخرى؟ آه. نمرة 2 على الليستة في الشيخ زايد شركة درة 100 فدان. يبقى شركة درة التي تتسم بعراقتها والتي تتسم بخبرتها في العقار أخذت 100 فدان. ومجدي راسخ الذي لا يتسم إلا أنه حمى علاء مبارك وليس له علاقة بالعقار، هو وشفيق بغدادي التاجر أخذوا 2200 أو 2100 فدان بسعر 27 جنيه المتر. 27 جنيه دفعوا منه 5، باعوها 2006 بألف جنيه المتر، وقيل ده بيع سوري ولسه هم موجودين. 1000 جنيه المتر حق مصر، هو الفرق بين السعرين، ده حق الدولة الذي منه يرجع. لو حد عايز يشتري مصنع أسمدة يسأل أول هي حصة الغاز كم سنة؟ 10 سنين، 15 سنة، 25 سنة، حسب مدة الغاز كان بيبقى سعر المصنع. المصنع اللي يمكن تمنه اتباع في الخصخصة 200 300 400 مليون جنيه، ومجرد ان ياخد حصة غاز يصبح تمنه 4 مليار. وفي امثلة كتيرة جدا ومش عايزينه الاسماء. الغاز الطبيعي زي ما انا قلت هو كان ورقة اليانصيب الرابحة اللي كانوا بيهادوا بيها حبايبهم وأصحابهم وأسهرهم وأنسبهم. في الوقت نفسه وزارة البترول كانت مقسمة إلى 3 أقسام رئيسية: هيئة البترول الخاصة بالنفط، وقطاع الغاز مسؤول عنه شركات قابضة بتحفر وبتكتشف وبتبيع وبتوصل للبيوت. الجزء الثالث كان البتروكيماويات، صناعة قوية جدا بتعتمد على الغاز الطبيعي. الطبيعي ان احنا ما نصدرش الغاز الطبيعي كمادة خام، انما نستفيد منه في صناعات بتروكيماوية متعددة ومتنوعة، يمكن بتعمل الهدوم وبتعمل العربيات وبتعمل فرش البيوت. صناعات الكيماوية دخلت في كل حاجة، حتى في صناعة الورق اللي بتاع الفلوس. حصل مرة انه
سامح فهمي كان في السعودية وقابل خبير مصري عالمي خد خبرته من لندن وخد خبرته من أماكن كثيرة جدا في العالم، كان متخصص في صناعات البتروكيماوية، هو دكتور شريف إسماعيل. أقنعه أنه يجي مصر ويتولى قطاع البتروكيماويات. الراجل بعد ما كون نفسه بره حب يرد الجميل لبلده فرجع، رجع على مصر وتولى قطاع الصناعات الكيماوية. لكن فوجئ يمكن بعد 48 ساعة بواحد بيفتح عليه الباب ويخش بدون استئذان وبيقعد على الكرسي وبيطلب قهوة وكأنه مش موجود. فلما أبدى دهشته قال له أنا مجدي راسخ، فتضاعف عجب الراجل، يعني مين مجدي راسخ ما يعرفش يعني. فقال له مين مجدي راسخ؟ فالراجل غضبا قام من المكان وكأنه يعني غلط في البخاري. ولما جاله تليفون من سامح فهمي بيفهمه مين مجدي راسخ استقبله تاني. يعني كان في مشروع متقدمة به شركة كورية هتعمل عمليات في صناعة البتروكيماويات، وعرضت مبلغ كبير جدا على حصة من حصص الغاز الطبيعي. لكن السيد مجدي راسخ دخل على الشريف إسماعيل وقال له أنا هاخدها بالأمر المباشر. قال له يعني إيه؟ قال له أنا مجدي راسخ. قال له برضو يعني إيه؟ قال له يعني هاخدها. بعد شوية جاله تليفون من سامح فهمي وقال له معلش يا دكتور فوتها المرة دي. وأخد مجدي راسخ العملية كلها يمكن بنص السعر. حاجة غريبة جدا يعني. الراجل ركب عربيته وتصادف في هذه اللحظة انه كان في حالة من الذهول او حالة من الاكتئاب او حالة من الدهشة. وفي شوارع القاهرة بص لقى ناس كتيرة جدا واقفة على المحطات. وتأمل شكل المصريين. وتأمل الشوارع وتأمل البيوت المهدمة. وتساءل الراجل بينه وبين نفسه. كيف يمكن ان يقبل ضميره انه يوافق على مثل هذه الامور؟ و60% من الشعب المصري تحت خط الفقر. فقرر أن يقدم استقالته وأن يعود إلى عمله مرة أخرى في السعودية وفي لندن. على الجانب الآخر الحقيقة محمود الجمال ما غيرش الكارير بتاعه، ظل بيشتغل فيما يسمى بالتنمية العقارية. هاسيندا اتعملت، بعديها هاسيندا بي، ثم بعد ذلك خد منطقة نيو جيزة مشروع كبير ودخل فيه مشاريع كلها خاصة بالتنمية العقارية، كلها ما تنوعتش، كلها لم تخرج عن إطار الأرض اللي بتتاخد وبتتبنى وبتتبني وبتعمل معدات وبتكمل شغل. وهنا حط بنته عضو منتدب لأكبر مشروع تجاري استثماري عقاري وهو نيو جيزة، حطها عضو منتدب للشركة. كان بيتفائل بيها باستمرار. لكن المرة دي العضو المنتدب للشركة كان يجب أن يذهب إلى الكسب غير المشروع باعتباره مسؤولاً عن شركة كبيرة جداً، شركة ضخمة جداً فيها عشرات المليارات من الاستثمارات. وكان ذلك بعد مظاهرات أو ثورة 25 يناير. كان معروف عن الملك فاروق انه بيلعب بوكر، وكان كل اللي بيلعبوا قدامه كانوا متعمدين انه يخسروا لانه ما يصحش حد يكسب الملك. لكن واحد عمده يمكن واخد درجه بشويه من دمياط لعب معاه. الراجل كان معاه فول اس، يعني 3 ورقات شبه بعض وورقتين شبه بعض، والملك كان معاه 3 كينج او 3 رواه. فجي ياخد الفلوس قال له لا انا اللي كسبان. قال له ازاي؟ انا معايا فول هاوس وانت معاك 3 ورقات. قال له لا انا معايا 4، انا معايا كاريه. قال له دول 3. قال له ما انا الرابع، انا الملك الرابع. وكسب الملك بالعافيه. والقصه دي موجوده في مذكرات وزير الداخليه الاخير قبل الثوره مرتضى المراغي. لكن من كرم ربنا انه مبارك ما كانش بيلعب بوكر، لكن كان غاوي طاوله. والطاولة دي كانت كلمة السر اللي كل بيلعب مع مبارك طاولة يروح ويقول أنا بلعب مع الرئيس طاولة.
دي كانت كفيله بانه هو تتفتح له ابواب السعد وابواب البنوك وابواب الدنيا كلها. ما اعرفش اذا كانوا بيخسروا قدامه ولا لا، لكن اكيد كانوا بيخسروا، لكن يخسروا في الطاوله وكانوا بيكسبوا قدام كده ملايين. من اللي كان بيلعب طاوله مع مبارك كان مجدي راسخ. وظل مجدي راسخ قريب من عائله مبارك، ويمكن بعد ما توفي حفيد الاثنين محمد الاثنين قربوا من بعض. هو راجل طول عمره في البيزنس، وكان مع محمد نصير وراجل برضه محترم وجدع وكل اغراء الماده واغراء الحياه واغراء السلطه واغراء الحاجات دي كلها بتاثر. هو في ضربه قد الضربه اللي خدها من اول الرئيس العلاء للمدام سوزان كله ان حفيدهم يتوفى اللي هو ابن علاء، دي كانت ضربه جامده جدا. وانا فاكر فلما رحت هو مجدي قابلني هناك وسلم عليا وانهار وحضني وقعد يقول لي ايه بنتي يا اسماعيل، بنتي، بنته اللي هي حمات علاء اللي هي ايه قصدي مرات علاء. ما قالش حد، ما قالش الولد نفسه ولا البتاع، لان بنته انهارت، ابنها مات وعلاء يعني كل ده بقى يعني حضني وقعد يعيط وانهار خالص مجدي عرفني يعني. فشوفي الضربه دي بالدنيا كلها. فمجدي كان انسان، وما انا رايي ان هو راجل محترم قوي، بس اغراء السلطه والثروه وكل المؤسسات ما تحبش تحاسبه. ويمكن بقى مجدي راسخ اقرب لمبارك من محمود الجمال، وده خلاهم يقعدوا مع بعض ويمكن يلعبوا طاولة أكتر مع بعض ويسافروا مع بعض ويقيموا مع بعض في شرم الشيخ مدة طويلة جدا. وده يمكن اللي خلى مجدي راسخ يستفيد من هذه العلاقة ويبدأ يدخل في مشاريع مختلفة. يعني محمود الجمال زي ما قلنا كان حاصر نفسه في موضوع التنمية العقارية، لكن مجدي راسخ دخل في التنمية العقارية وعمل شركة مع شفيق بغدادي معروفة جدا، هي شركة سوديك. الشركة دي من يمكن تالت أو رابع شركة تنمية عقارية كبيرة، ودخل معهم عدد كبير جدا من رجال الأعمال بنسب مختلفة وأصغر شوية، لكن الشركة حققت مليارات من بيع الأراضي الصحراوية. وأيضا دخل مجدي راسخ بقى في كل حاجة، يلاقي شركات تتاجر في معدات المستشفيات والأدوات الطبية فيدخل فيها، يلاقي في شركة لتاكسي العاصمة فيدخل فيه، يلاقي أي شركة كان فيخش بيها. كان يكفي أن يكون مجدي راسخ. طبعا هنا ممكن نصفه بدرجة أو بأخرى بما يسمى بمستر 10%، مستر 10%، كان يخش يقول أنا هخش معاكم. وكان يكفي طبعا أن يكون مجدي راسخ في الشركة عشان الشركة تاخد مميزات وتكسب وتقدر تتعامل مع الحكومة بكل قوة وبكل شكل. آخر واحد كان مع مبارك في شرم الشيخ هو مجدي راسخ، بعد ما ساب مبارك الحكم وراح على مدينة شرم الشيخ، يمكن ركب الطيارة معاه هو رايح على شرم الشيخ. الأهم من ذلك كله أنه ظل يعني يتردد عليه إلى أن أصبح مجدي راسخ مطلوب للقبض عليه فهرب. أقدر أؤكد من مصادر قريبة جدا من الأطراف اللي لها حق الإفصاح عن المعلومات أن مجدي راسخ كتب معظم شركاته وأمواله في الخارج وفي الداخل باسم شاب كان شريكه في أعمال البترول. أنا عارف الاسم لكن ما أقدرش أقوله يمكن، وربما الشاب دون هو اللي يعرف مكان مجدي راسخ، ربما، لكن أنا مش متأكد من هذا الأمر. قبل مظاهرات 25 يناير البنك المركزي في نهاية السنة اللي فاتت كان في شركة معروفة من شركات تحويل الأموال خاف وشك أن الشركة دي ممكن تكون وسيلة من وسائل تهريب الأموال أو وسيلة من وسائل غسيل الأموال، فقرر أنه يتدخل لمراقبة أعمالها. الشركة اللي بتقول لك أنا هحول لك فلوسك في لمح البصر، فلم تجد الشركة دي لإنقاذ نفسها
سوى انها تروح تخبط على بيت مجد راسخ وتقول له من فضلك تعالى شاركنا او اشترينا. لكن من سوء حظ مجد راسخ ان المظاهرات قامت والثورة اشتعلت ونظام مبارك سقط والشركة دي نفسها لم تجد اسعافا عاجلا من مجد راسخ. هيطلع مجد راسخ هيرجع اكيد، هيتقبض عليه هيتقبض عليه، لكن لا اعتقد ان امواله المغطاة باسم شخص آخر خارج البلاد يمكن أن تعود إلى مصر. وفي الوقت نفسه محمود الجمال خير بنته الوحيدة خديجة بعد ما جرى لجمال مبارك إنها تطلب الطلاق أو تبقى معه. لكن خديجة اللي هي بدأت علاقتها بجمال مبارك دون عواطف مسبقة قالت له لا يمكن أن أتخلى عنه وهو في محنته. تصرفت خديجة زيها زي أي زوجة مصرية مخلصة لا يمكن أن تترك جوزها في المحنة.